بتابع الحديث عن تصميم الدراسات. حكينا مؤخرا عن دراسات الكروس اوفر وميزناها عن دراسات البارلل. دراسات البارلل دراسات المتوازيه بيكون فيها ذراعين، هدول الذراعين بيلتزموا بنفس الدواء من اول التجربه لاخرها. الكروس اوفر بيكون الدراسه مصممه انه يصير في تبادل بين الذراعين، الدواء المجموعه بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. ممكن ترجعوا لهون للفيديوهين. حنحكي عن تصميم ثالث للدراسات هو الفاكتوريال. لما بتسمعوا فاكتوريال ديزاين معناها انه الباحثين عم يدرسوا شغلتين بنفس الوقت. بمعنى اخر اني انا عندي مثلا، خليني اضرب مثال، الماده الظليله اللي هي ممكن تعمل اذيه كلويه حاده معروفه الكونتراست انديوس نيفروباثي. نحن كأطباء بنعمل وقاية بالنور بالسوائل، وبنعطي احيانا كنا نعطي دواء اسمه استايلسيستين. صراحة لا هذا عليه ايفيدنس ولا هذا عليه ايفيدنس. كنا نعطي بايكارب مثلا، الصوديوم بايكارب اللي هي مشان قلونت البول مشان نقلل من اذية الكونتراست انديوس نيفروباثي، وكنا نعطي الان استايلسيستين على اساس انه هذا بيقلل المواد، بيقلل تأثير الجذور الاكسجينية الحرة على الانابيب الكلوية، هي النظرية تبعه، وبالتالي هو بيقلل الاذية. بس كلاهما ما عليه ايفيدنس قوي. قررنا نعمل تجربه. كوننا عم ندرس نفس الموضوع نفس مجموعه المرضى، فبدل ما ندرس عامل واحد ليش ما ندرس عاملين، تو فاكتورز بمعنى اخر. فهي معناته الفاكتوريال. فنفس الدراسه قارنوا فيها النورمال سالين اللي هو السيروم الملحي مع الصوديوم بايكارب. قسموا المرضى لمجموعتين، اظنهم كانوا 500 ب 500، فقسموا المرضى لمجموعتين، مجموعه اخذوا نورمال سالين ومجموعه اخذوا صوديوم بايكارب، واخذوا كلهم كونتراست طبعا، كلهم اظن كانت البي سي اي او اللي هي القسطره القلبيه مش السي تي، فان كان كونتراست تبعهم هو اللي عاملين قسطره قلبيه. فانقسموا المجموعتين، المجموعه الاولى ميهوهم بالنورمال سالين والمجموعه الثانيه ميهوهم بالصوديوم بايكارب. كمان درسوا بنفس الدراسه مثل ما قلنا الفاكتور الثاني هو الاستايلسيستين، فكمان نصف المرضى اخذوا استايلسيستين ونصف المرضى ما اخذوا شيء بلاسيبو. بمعنى اخر صار عندي اربع مجموعات، المجموعه الاولى اخذوا سالين مع ان استايلسيستين، المجموعه الثانيه اخذوا صوديوم بايكارب مع ان استايلسيستين، المجموعه الثالثه اخذوا سالين اللي هو الملحي بدون اي شيء بلاسيبو مع بلاسيبو، والمجموعه الرابعه اخذوا صوديوم بايكارب مع بلاسيبو. طبعا بنهايه الدراسه انتشرت بال 2018، ممكن احط رابطها. بنهايه الدراسه طلع معهم انه سواء البايكارب ما بيتفوق على الملحي، ما في تفوق للبايكارب على الملحي، وما في تفوق للان استايلسيستين او الاستايلسيستين على البلاسيبو. هذه كانت نتائج الدراسه. لاحظوا انه بهي الدراسه انا ما بقدر اقول انه الايماها لها دور او ما لها دور بالوقايه من السي ان اي، لانه انا الكونتراست سي اي ان كونتراست انديوس نيفروباثي. السبب انه انا ما قارنت السوائل مع البلاسيبو، انا قارنت سوائل بسوائل، نفس كميه السوائل بالمجموعتين، كل المرضى اخذوا ايماها. انا بقدر بستنتج من الدراسه انه البايكارب ما بيتفوق على الملحي، وانه الاستايلسيستين تاثيره مثل البلاسيبو، وهذا هو نتائج الدراسه. شو مميزه هي الدراسات؟ انه نحن بدراسات الادويه الجديده ما بنقدر نعمل هذا الديزاين. انا عندي دواء جديد عم حاول اختبره وحاول اخذ الابروفال عليه، بعمل البارلل بدرسه لحاله، بينما انا في عندي ممارسه اصلا موجوده، الناس كلها عم تعطي صوديوم بايكارب. بيتذكر هذا الكلام، كل المرضى كانوا ياخذوا صوديوم بايكارب سواء بايفيدنس ولا بلا ايفيدنس، كل المرضى كانوا ياخذوا الاستايلسيستين، فشغله موجوده اصلا بالبراكتس، فخلينا ندرسهم بنفس الوقت، بنختصر وقت على حالنا، بنختصر جهد، وبنختصر ريكروتمنت لمرضى. هي انتشرت بدراسه وحده. مثال ثاني مثلا موضوع تدبير السوائل عند مرضى الارتس، في دراسه شهيره او دراستين كبار حقيقه انتشروا بال 2006. حقيقه ما انتشروا بنفس العدد، انتشروا بعددين ورا بعضهم، واحد انتشر بجون والثاني انتشر بماي، او يعني بنفس الشهر الاول والشهر اللي بعده بنيو انجلاند جورنال. كمان درسوا المجموعه، طبعا نفس الديزاين هو فاكتوريال ديزاين، بمعنى اخر درسوا نفس مجموعه المرضى، قسموهم لاربع مجموعات تو فاكتورز، وبنفس الطريقه المجموعه بتاخذ فاكتور اي وفاكتور بي وهكذا. فالدراسات الدراستين اللي انتشروا وقتها، كل واحدة انتشرت لحالها بشكل مستقل عن الثاني، درسوا السوانجانز البلمونري ارتري اوكلوجن بريشر اللي هي قسطره السوانجانز مقارنه بالسي في بي بتدبير السوائل،
وطلع معهم انه السي في بي انه ما بتتميز، انه السوانجاز ما بتتفوق عن السي في بي بتدبير السوائل عند مرضى الارتس. مره ثانيه هي الدراسه ما بتقول انه السي في بي مفيد، بتقول انه السوانجاز ما بيتفوق عن السي في بي. هذا هو الخلاصه منها، لانه هي الدراسه انتشرت بال 2006 طبعا. لاحقا الحكي طبعا المرضى الارتس، لاحظوا انه مرضى الاي ار دي اس، لاحقا بال 2016 مثلا الجايد لاين تبع السيبسيس سحبوا السي في بي من الجايد لاين تبعهم. فدراسة 2006 بتقول انه السوانجاز ما بتفوق على السي في بي، لكن ما بتقدم لنا اي معلومة عن موضوع مقارنة السي في بي مع الكلينيكال اسيسمنت اللي هي التقييم السريري. فهي الدراسة الاولى. الدراسة الثانية اللي تمت على نفس مجموعة المرضى، قارنوا الليبرال فلويد مانجمنت مع الكونزيرفاتيف اللي هي انك تعطي سوائل بكرم ما بيقولوا، او انك تكون ريستريكتد الكونزرفاتيف. طبعا طلع معهم بنهايه التجربه انه ما في فائده بين الكونزرفاتيف مع الليبرال، بمعنى اخر ما بتنقص المورتاليتي، لكن كان بتنقص شويه سيكندري اوتكم، اظن كان بتحسن عدد الايام على المنفسه او من هالكلام هذا. على هالاساس صار في توجه انه حتى مرضى الارتس انت ممكن تعطيهم الادرار، صحيح ما بتنقص المورتاليتي لكن بتنقص شويه اوتكم، وهي ما ضاره اصلا. فهذا شوي هذا اللي بيقول لك انه دراي لانج هابي لانج. طبعا انا صرت طبيب كلي حاليا، فانا ما بقول لكم دراي لانج هابي لانج، لازم يكون هابي لانج وهابي كدني كمان. فانت ما معقول تروح الكليه على حساب الرئه او تروح الرئه على حساب الكليه، لازم توازن بين الاثنين. فالدراسه هي كمان قالت انه ما في فرق بين المجموعتين من المرضى، وكان يعني سمارت بروتوكول حقيقه، ممكن تطلعوا عليه اذا بتحبوا، فممكن حط الروابط. فعمليا اللي عملوه ان اختصر وقت على حالهم وعملوا درسوا تو فاكتور بنفس الدراسه، وراحوا نشروها بدراستين. زيادة الخير خير، ليش يدرسوا ينشرون بدراسة واحدة؟ كوننا بزمن الكوفيد، بزمن الكوفيد على الأقل في دراستين لقطن فاكتوريال ديزاين. دراسة تبع الديكساميتازون اللي هي ريكفري، هذه فاكتوريال ديزاين بالمناسبة، ولسه يبدو أونجوينج ترايل. هي حقيقة اطلعت عليها من يومين ثلاثة شو تفاصيلها. فهن درسوا الديكساميتازون مقابل لا ديكساميتازون البلاسيبو، درسوا البلازما تبع الكونفالسكن تبع الأصحاء، البلازما اعطاء البلازما لهدول المرضى، ودرسوا اظن الهيدروكسيكلوروكين. فهي فاكتوريال ديزاين، عم يدرسوا عده عوامل بنفس الوقت. دراسه منظمه الصحه اللي انتشرت من شيء عده ايام بنيو انجلاند كمان، على وكمان دراسه كبيره ومستمره يبدو، درسوا شيء 20 عامل، الله اعلم شو درسوا صراحه. كل العلاجات المتوافره للكوفيد، لانه الكوفيد نحن عم نعطي علاجات من دون ما يكون في ايفيدنس عليها، وبالتالي انا ما في داعي امرق بمراحل الفيز 1 وفيز 2 وفيز 3 اللي هن حكينا لكم عنهم بالدراسه بالادويه الجديده. اصلا ما في ستاندرد اوف كير لقارن فيهم، انا بقارن بالبلاسيبو هون. ففي عده، فهي الدراسه اذا بتطلعوا عليها كمان حشوف فيكم رابطها، شيء 5 أو 6 ادويه حقيقه متوافره، منهم الهيدروكسيكلوروكين، منهم الازيثرو ميسين، منهم الريمديسيفير، هذول الادويه الجديده، منه اظن لسه كمان الكلوروكين بيناتهم، هيدروكسيكلوروكين بيناتهم. فهي نفس المبدا، هي فاكتوريال ديزاين. هل كان فاكتوريال مثل ما هذوليك صراحه بنفس الدقه؟ والله والله العليم ما عندي فكره، بس هي عده عوامل عم ندرسوا سوا، فهذا اسمه فاكتوريال ديزاين بكلام عام تماما. فلما بتشوف فاكتوريال ديزاين عرف انه في اكثر من فاكتور عم يندرسوا سوا. وبالمناسبه هي الفاكتوريال ديزاين ممكن يكشف اذا كان في عندك تاثير تآزري للادويه، يعني بحاله مثلا الوقايه من الكونتراست اندوس نيفروباثي، ممكن السيروم الملحي لحاله او السيروم البايكارب عفوا صوديوم بايكارب لحاله ما يفيد، وممكن الثاني اللي هو الان اس اس اي ما يفيد، بس لما بنحطهم سوا ممكن نلاقي نتائج ايجابيه. هذا اسمه التاثير السينرجستيك اللي هو التآزري، ممكن يكون تأثير مضاف مثلا، ممكن يكون تأثير أعلى من كل مجموعة لحالة. فهي كلها ممكن نكشفها بهي الدراسات، فهي بتعطينا معلومات أكثر. ما هي دراسات شائعة بس حبيت أذكرها، كون أحيانا بيمرق الواحد بيسمع كلمة فاكتوريال فبيفكر شغلة أنه معقدة، هي ببساطة أكثر من فاكتور بنفس الوقت. هذا هو الفاكتوريال ديزاين. السلام عليكم.